منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، شهدت البلاد طفرة تنموية كبيرة حققها الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات الماضية. فنتيجة معدلات النمو الاقتصادية المرتفعة والإيجابية خلال السنوات الماضية، شهدت البلاد تطويرا شاملا في كافة القطاعات. طفرة تنموية كبيرة حققها الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحاً في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. ووفق بيانات حكومية، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات، وعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية، ما دعمها في الصمود خلال أزمة جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية. وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة، في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نمواً سلبياً أو انكماشاً. وحققت مصر خلال هذه الفترة نمواً بمعدل 3.6% وفق بيانات مجلس الوزراء. وتوضح بيانات مجلس الوزراء خلال العام المالي الحالي 2021-2022 بلوغ معدل النمو خلال 9 أشهر 7.8%، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو. فيما يخص قطاع الصادرات، تنفذ مصر رؤية واضحة لمضاعفة تلك الصادرات خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار، وهو هدف محوري للحكومة، ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات. ووفق بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%. وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2021 46.39 مليار دولار، مقارنة ب 53.4 مليار دولار في عام 2014. وفيما يخص مجال الاستثمار خاصة في مجال الصناعة، أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت خلال 8 سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعاً صناعياً ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 50046 وحدة، توفر نحو 48,000 فرصة عمل مباشرة. كما تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخنكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سيلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات. وخلال 4 سنوات الأخيرة تم إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
سياسة واضحة تتبناها الحكومة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على تطوير شامل في كافة القطاعات تمكن المستثمرين والقطاع الخاص من المشاركة وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة، الأمر الذي ينعكس على المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو إيجابية.